نظم نشطاء سوريون وأوكرانيون اعتصاما في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على استقبال فرنسا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تشن بلاده هجوما غير مسبوق على الأراضي السورية مخلفة عشرات الشهداء. نحن نظمنا الاعتصام اليوم ضد زيارة بوتين مع أوكرانيين بمناسبة زيارة بوتين لمناقشة الأمر الأوكراني والسوري مع أولاند وميركل. طبعا نحن بنعرف انه قضية اللاجئين اللي اثاروها حتى المانيا كانت الضحك علينا وتمريرها، تقسيم سوريا مناطقية. بلشت روسيا بمشروعها مباشرة من خلال الضربة الجوية اللي عم تعملها، وبالاضافة هلا الصين عم تبعت بواخر روسية على طريق قناة السويس. الكل متآمر على سوريا بغض النظر عن النظام، النظام رايح رايح. هن عم يساعدوا على تقسيم سوريا مش بس دعم الاسد. الوقفة مكانا وزمانا اكتسبت أهميتها بحضور العشرات من النشطاء الأوكرانيين والسوريين على حد سواء، إضافة لبعض الجمعيات الفرنسية التي شاركت المحتجين رفضهم للصمت الدولي إذا ما تتعرض له سوريا من قبل سلاح الطيران الروسي. أنا أعتقد أنها مناسبة هامة أن نقف معا لنقول كيف تسمح لطيران بوتين بقصف مناطق الثوار. هذا يؤكد جبن وتخاذل المجتمع الدولي. المنطق يقول على الأسرة الدولية أن تقصف مطارات بشار لتجنيب المدنيين القتل اليومي. المعتصمون هنا قدموا وقفات غنائية عبرت عن استمرارية الثورة ورفضها لسياسات التنكيل والإجرام، فيما غنى الأوكرانيون نشيدهم الوطني مرددين عبارات تصف بوتين بالمجرم، إضافة إلى لوحات رسمت على عجل وعبارات باللغتين العربية والأوكرانية. استقبال فرنسا لمجرم كبوتين أمر مثير ومقلق حقا. نحن هنا مع أصدقائنا السوريين لنقول أوقف المجرم بوتين. الحاضرون بدورهم يرون في هذه الوقفة الاحتجاجية أهمية كبيرة تكمن في رفض الاعتداء الروسي على سوريا ويوميات الموت التي حملها نظام الأسد خلال السنوات الماضية ويحملها بوتين اليوم. يلعن روحك يا بوتين، يلعن روحك يا بوتين. السوريين بحسوا حالهم بلحظة أنه بأي مكان موجودين فيه بالعالم لازم يعبروا عن قضيتهم، شو ما قدروا يعملوا فهو منيح. بيتضامنوا مع أهل الثورة اللي موجودين بسوريا، بيتضامنوا مع أهلهم اللي موجودين بسوريا. أي فعل بيصير بالعالم تجاه التعبير عن قضية الشعب السوري هو كتير مهم، بغض النظر شو كان حجمه، ولكن أي صوت موجود بالعالم كرمال قضية سورية هو مفيد. قد تبدو سرعة التحرك الشعبية نقطة محورية في اعتصام اليوم، لكن الوقفة وقدرتها على التواصل مع شركاء الألم ربما ستحمل في الأيام القادمة قدرة على التجمهر والانتشار أكثر. وحدت الآلام بين الأوكرانيين والسوريين، فالتقوا هنا في هذه الساحة تنديدا بوصول بوتين وتنديدا بمجازره هو والأسد، محاولة بدت مواكبة لتسارع الموت في سوريا، وقد تحمل قادمات الأيام أكثر من اعتصام في أكثر من ساحة عربية وأوروبية. لأورينت نيوز، محمد العويد، باريس.